نحن من الذين يثمنون هذا الخطاب. لماذا؟ لأننا كنا من الأوائل الذين نادوا أن نفرق بين هؤلاء الأشخاص الذين لهم مشاكل مع العدالة والذين تشوبهم قضية مشكلة الفساد وبين العمال، لأن هذا العمال هم جزائريين موظفين، وبالتالي نادينا وكنا ننادي، وهذا شيء إيجابي، ونشكر الحكومة ونشكر رئيس الدولة على اتخاذ هذا الإجراء، وهو المحافظة على هذه المكاسب، المحافظة على مناصب الشغل، باعتبار أن الخدامين اليوم في هذه الشركة هم جزائريين، وبالتالي لا يمكن معاقبتهم. هذا الجهاز الذي أنشئ على مستوى الحكومة تحت رئاسة وزير المالية يسهر على المحافظة على مناصب الشغل، يسهر المحافظة على هذه المؤسسات باعتبار أنها مؤسسة جزائرية، باعتبار أن الموظفين والعمال هم مواطنين جزائريين، حتى تفصل العدالة نهائيا في مستقبل هذه المؤسسات عندما تحكم نهائيا في قضية هذه الناس. وبالتالي هذا شيء رائع، شيء إيجابي، وهذا يدل بأن الجزائر تنظر إلى إبنائها بمنظور واحد، ويدل بأن الجزائر تحمي مناصب العمل مهما كان أصحاب هذه الشركات متورطين في قضايا فساد، لكن يهمنا أن نحافظ على منصب العمل، ويهمنا أن نحافظ على قوت هذه الفئات، وبالتالي هذا شيء إيجابي يحسب لرئيس الدولة. والله بالنسبة للأموال الموجودة هنا في الجزائر الإشكال لا يطرح، لأننا ننتظر، لأن نحن دولة مؤسسات، دولة قانون، ننتظر إصدار الحكم النهائي من طرف العدالة والحكم النهائي في مستقبل هذه الممتلكات. إذا كان في حجز قضية إجراءات فقط بالنسبة للممتلكات الموجودة هنا في الجزائر. بالنسبة للممتلكات الموجودة في الخارج، إذا كانت هذه الممتلكات واضحة ومكتوبة بأسمائهم أو أسماء أبنائهم أو أحد أفراد عائلتهم، إشكال لا يطرح أنها تبدأ معركة دبلوماسية قانونية بين الجزائر وبين تلك الدول. وإذا المشكل، كل المشكل أن هذه الممتلكات وهذه الأموال هربت لكن بأسماء مستعارة، لا تعتقدوا بأن هذو الناس، يعني بسمحي لي للمصطلح، مطنعين إلى هذه الدرجة يكتبوا هذه الأسماء. احنا جبنا الخليفة بعد 7 سنوات تقريبا من معركة قانونية دبلوماسية، لكن مع الأسف الشديد 12 مليار اللي راحت مع بنك الخليفة لم تعد. وبالتالي الخوف، كل الخوف، إذا هذه الممتلكات، وتقريبا 90% من هذه الممتلكات مكتوبة بأسماء مستعارة لا يمكن استرجاعها، هكذا باش ما نكذبوش على الشعب. لذلك نحن الآن ننادي بمقاربة جزائرية أخرى، وإحنا عندنا مثل يقول لك دير كي جارك ولا حول باب دارك. شفنا بأن هذه المقاربة اندارت في روسيا في العهد الأول لرئيس بوتين، اندارت في مصر في رئيس السيسي، واندارت مؤخرا في المملكة العربية السعودية. يعني هذا الناس المتورطين في سرقة ونهب المال العام لابد أن نستعمل معهم إجراء غير قانوني، إجراء شعبوي الله غالب، أننا نأخذهم إلى الصحراء ونخيرهم بين إما إرجاع أموال الشعب، وإما سيموتون في الصحراء ولن يستفيدوا ولا فلس الذين هربوا إلى الخارج. لأن القضية لا تتعلق بمليون أو مليونين، الأرقام تقول ملايير الدولارات، وبالتالي هذه أموال الشعب نهبت، وبالتالي كل الطرق من المفروض مسموحة للدولة الجزائرية باسترجاع ممتلكات الشعب. احنا نحاولوا، لأن لازم المواطن يعرف بأن هذو الناس، هذه العصبة الفاسدة، أنها عاثت في الأرض فساد، وبالتالي الأموال التي سرقت بطرق من الطرق ونهبت وحولت إلى الخارج، يعني تقريبا لا أقول 100%، لكن أعتقد أن 80% أو 90% كتبت بأسماء مستعارة، وبالتالي من المستحيلات. والدليل خليفة راه نفس السجن، لكن 12 مليار ما جاتش. كاين مقاربة، ونحن من الوهلة الأولى تبعنا المقاربة تاع الدولة تاع الجيش وغير ذلك، والذهاب بأكبر سرعة ممكنة نحو الانتخابات الرئاسية. لماذا؟ لأن لابد أن نعرف يا جماعة بأن العمل السياسي فيه عمل من وراء الستار، وهو العمل الاقتصادي. الآن الخوف، كل الخوف، أن عندما ننهي المشكلة السياسية وروح الانتخابات وانتخبوا رئيس وتجي حكومة، حكومة هذه ستجد الخراب في الخراب. لماذا؟ لأن الآن أصبح الآن الذهاب إلى انتخابات رئاسية بأكبر سرعة ممكنة وتشكيل حكومة شرعية بأكبر سرعة ممكنة ضرورة اقتصادية قبل ما تكون ضرورة أمنية، قبل ما تكون ضرورة سياسية أو اعتبارات أخرى. لماذا؟ لأن الآن نتكلم على اقتصاد يتهاوى، أصلاً الاقتصاد الجزائري كان يعاني مشاكل جمة، وبالتالي الآن نشوف يعني كل المؤشرات الاقتصادية في، لا أقول حمراء لكن أقل من الحمراء، يعني أخطر. الآن نشوف بأن العجز الموازن المقدر من طرف الحكومة في 2019 في نهاية هذه السنة
2500 تقريبا مليار دينار. لكن لابد إذا خذينا بعين الاعتبار ما وقع من مخاطر سياسية، مشاكل سياسية، الآن عندنا أكثر من 2000 شركة في البناء راحت تم حلها، عندنا تقريبا 150,000 منصب عمل في البناء راح، الآن عندنا انخفاض في القدرة الإنتاجية وفي الإنتاج الجزائري بين 40-50% من الناتج الداخلي الخام، الآن عندنا قطاعات الآن تعاني الأمرين، قطاع السياحة، قطاع الخدمات وغير ذلك، الآن بدأنا نرى أن التصريحات الشهرية للجيسي كونت لهم يصرحوا بها الشركات أن انخفضت فيما يتعلق بالضرائب المحلية. الآن نتوقع أن رقم الأعمال في هذا الزخم نتاع المشاكل راح ينخفض بالنسبة للشركات، وبالتالي ستنخفض الضرائب المباشرة، وبالتالي هذا الانخفاض كله سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الضريبة العادية، وبالتالي ستنخفض إيراداتنا، سيرتفع العجز الموازني، وبالتالي تصبح الآن إنهاء سنة 2019 صعوبة، وما بالك الآن الحكومة بصدد تحضير قانون المالية 2020 لأصلا يعاني من مشاكل كبيرة، وبالتالي الحكومة الحالية ستترك الحكومة الشرعية القادمة هدية مسمومة، وبالتالي أصبح من الضرورة أن نعجل في ذهاب هذه الحكومة، من الضرورة أن نعجل بانتخاب رئيس جمهورية من أجل الضرورة الاقتصادية قبل ذلك، لكي الشعب فيما بعد رح يلقى سنة 2019 ستكون سنة عجاب صعبة جدا، وما بالك سنة 2020 باش نمكن الحكومة الشرعية اللي قادمة باش تقوم بهذه الإصلاحات باش تنقص قدر الممكن من هذه المشاكل، يجب أن نذهب إلى انتخابات رئاسية، وبالتالي الفراغ الدستوري هذا شيء في الأحلام لن يكون إن شاء الله، لأن ليس فقط المستقبل السياسي بل المستقبل الاقتصادي للمعيشة الفرد ستنهار، يعني لو الآن كل مرة نزيده نهار كل ما مشاكل اقتصادية كبيرة وجمّة.